أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم شرقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم
لم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. شكر الله سعيكم. وبرا بوالديه ولم يكن عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. الله 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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا
هذا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك كذلك قال ربك هو علي هين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا يا رب يا سيدي
شوية كده شوية. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى فنادانا من تحتها ألا تحزني. فنادانا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. الله الله يفتح عليك. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون
البغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله يا
كن رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم
ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويا يوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
الفقير. صدق الله العظيم.